انضموا الينا من ولاية تيزي وزو كريم قندولي مراسل الغد يعني كريم ما الذي يقصده وزير الداخلية بتصريحاته نعم وزير الداخلية يؤكد بأن هذه الحرائق لم تكن يعني اعتباطية ولا بمحض الصدفة يقول يعني في خدم تصريحاته بأن خمسين حريقا دفعة واحدة في أمكنة متفرقة وأيضا هناك يعني ليس فقط في مدينة زيوزو لأن الحرائق اندلعت في أربعة عشر ولاية كاملة وفي توقيت متقارب بالتالي هنا ربما المقصود من طرف وزير الداخلية على أن هذه الحرائق هي حرائق مفتعلة لم لم تكن بمحض الصدفه وهذا ايضا يعني ما يؤكده السكان يتساءلون من المستفيد من وراء هذه الحرائق من الذي اشعلها يطالبون بتحقيقات معمقه يعني, معمّق يعني كريم ربما هذا يقودنا الى سؤال هل هناك وزارف خطوات, وزارف خطوات اتخذتها الحكومه للتحقيق في هذه الحوادث حوادث الحرائق يعني منذ مدة يعني هذه الحرائق حتى نكون يعني منصفين لم تكن حكرا على ولاية بعينها في كل الولايات شرقا وغربا وشمالا يعني تندلع منذ بداية يعني موسم الصيف يعني تقريبا حتى الآن لدينا عشرة آلاف هكتار يعني احترقت وأتلفت ومن بينها عشرات الآلاف الأخرى ربما بشكل مقارب يعني في من أشجار مثمرة وبالتالي النظرية التي دائما ما تقال هنا هي هو فعل فعل قال أيضا مسؤول ومندوب المخاطر الكبرى بوزاره الداخليه عبد الحميد عفره بان هذه الحرائق اصبحت تحدث الان خارج موسم الحريق الذي او المعروف على انه موسم الحريق من الاول من يونيو الى غايه الثلاثين من اكتوبر <applause> بالتالي المساحات التي يتم اتلافها عن طريق هذه الحرائق هي يعني مساحات قليله نتكلم الحال اولى حول التحقيقات هناك مصالح الدرك الوطني سواء كانت في ولايه المديه او هنا في ولايه تيزي او حتى سابقا بالمناسبه في عيد الاستقلال اين احترقت تقريبا المساحات ألفي هكتار من الغابات في ولايه خنشله وتم ضبط العديد من المتلبسين المتورطين في اشعال هذه الحرائق وتم عرضهم للتحقيق المعمق ايضا يعني من خدم تحقيقات قامت بها الدرك الوطني ومصالح الدرك الوطني وقد يعني اصرح بها ايضا وكيل جمهوريه على مستوى الدار البيضاء بالعاصمه على أن أن 1500 تحقيق معمق في حرائق الغابات أثبتت بأن 80% منها كانت بسبب الحصول على الفحم وأيضا هناك من يريد الحصول على الفلين وهناك أسباب أخرى ومطامع أخرى أثبتتها التحقيقات على أن هناك عصابات أخرى يعني متعلقة بالتوسع الفلاحي عن طريق الحصول على أراضي شاغرة وأيضا التوسع العمراني بالتالي مثل ما نلاحظ مثلا نحن هنا الآن أمام يعني منطقة وهي منطقة حسن وابن وابني هنون ايضا ويعني في 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 تيزي وزو وسط تيزي وزو ونشاهد يعني مثل ما يستطيع المصور عبد الباسط ان يرينا الحريق هنا خلفنا يقول السكان من شهود العيان على انه اندلع صباحا فقط لم يكن يعني في المساء وبالتالي حتى مكان الحريق كان مشكوكا فيه وساعد في ذلك ايضا تلك الرياح القويه ربما لا تلاحظ هنا ولكن يعني لما تصعد الى الجبال بل ستلاحظ بان هناك رياح جنوبيه قويه تساعد في كريم يعني نثر اولا الجمرات وايضا يعني السنه اللهب التي تاكل كل صغيره، ربما لو نعم. يعني تمكنا من البقاء هنا سنرى ان كامل الجبل ممكن ان يحترق في غضون ساعات قليله، نعم نعم. معك. كريم كيف انعكست هذه الحرائق على السكان؟ يعني سكان في حالة من الرعب آه يعني صدقني في كل المناطق في تيزي وزو في عزازقة في بني في آه أي نتيرا وغيرها من الأمكنة وأيضا البلديات يعني عاشوا ليلة ليلة من الرعب خاصة وأن منطقة القبائل يعني معروفة بخاصية يعني ربما تميزها عن كل المناطق الجزائرية إذ يعني السكان يعني الذين يريدون دائما يبنوا ربما دشرهم وقراهم ومساكنهم في أعالي الجبال يعني مقارنة بالولايات الأخرى ربما لا يلجؤون إلى هذا الفعل أو هذه الطريقة من العيش هم يعيشون أيضا على لا. أشجار الزيتون التي ربما تعد مصدر رزق أولا بالنسبة لهم والعديد من أشجار الزيتون بل الآلاف يعني احترقت والبساتين أيضا منها احترقت وحتى في خنشلة لاحظنا سابقا بان هناك استهداف لبساتين التفاح التي ربما الان يعني الجزائر تخلت عن استيراد هذا التفاح بعد تحقيق ال ال الاكتفاء الذاتي وهناك دائما دائما شكوك على ان المستفيدين من هذه القضيه يريدون دائما اشعال نار فتنه يريدون ايضا ان يغتنموا من غنائم اخرى مثل ما قلت لك عن طريق التوسع الفلاحي والعمراني لان في كل مره تشغر هذه الاماكن لان الحرائق تخلف اماكن لكن بالهكتارات يحاول البعض أن يغزوها وأن يسكنها وأن يبني فيها أو يستغلها وبالتالي هنا تفطنت مصالح الداخلية نعم. وأيضاً كريم يعني هل لك أن تحدثنا من عن الجهود المبذولة به من قبل الحكومة والدفاع المدني في مواجهة تلك الحرائق؟ هناك أكثر من خمسين رتل هنا في ولايه تيزي وزو ليس فقط العمليه لا تقتصر على ولايه تيزي وزو او قرى ومدن تيزي وزو بل كل القرى الاخرى وكل ايضا الولايات المجاوره سواء كانت برج بوعريريج او البويره او بومرداس وحتى العاصمه وغيرها يعني هبوا هنا يعني الى اطفاء هذه النيران ما يصعب ايضا حاله اطفاء النيران هي الاماكن الوعره والتضاريس الوعره التي تصعب من وصول هذه الارتال الى مكان النيران وهو ما ايضا في غياب يعني للاسف هناك غياب للطائرات التي مختصه في هذا المجال، وزاره الداخليه يعني انشات دفتر شروط من اجل الحصول عليها لاحقا لكن الان يعني الغابات تستهدف، نتحدث ايضا من خلال جهود هناك مشروع قانون يعني يجرم بشكل مغلظ هذه الافعال الى حيث تصبح يعني خلال يعني اجتماع مجلس الوزراء والرئيس عبد المجيد تبون بنفسه اوصى على ان تكون هناك عقوبات مشدده تصل الى المؤبد وتصل ايضا الى سنه حسب يعني نوعيه هذه الحرائق واذا كانت متعمده هناك يد الانسان يعني كل الحرائق حبيب. تقريبا اكثر من 95% من الحرائق هي متسبب فيها من طرف الانسان هناك بف بفعل مثل ما قلت الاهمال هناك ايضا بفعل العمدي وهناك يعني مجموعه من العصابات التي تنشط لا اثناء عيد الاضحى المبارك بتزامن مع ذلك ياتي يعني السطو على الكثير من الهكتارات من أجل نعم. الحصول على مادة الفحم بالتالي اليوم هذه الظاهرة تحولت إلى ظاهرة مقلقة حقا لأنها تحدث خارج مواسم الحريق وتهدد ثروات حيوانية وثروات نباتية كبيرة وأيضا أصبحت تهدد الإنسان اليوم يعني في ولاية زيوزو يعني وفاة سبعة أشخاص هناك يعني من الشهود العيان من المواطنين الذين يؤكدون بأنهم ثمانية هناك من حاصرتهم النيران في أماكن في منازلهم هناك من ماتوا بالدخان هناك من هم إلى غاية الآن يعانون من جروح وحروق يعني متفاوتة الخطورة وقد تكون هذه يعني حصيلة أولية وقد ترتفع هذه الأعداد ما يحدث حقيقة جديد. هو يعني كارثة بيئية وكارثة إنسانية من طرف العديد من المسؤولين في ذلك قد يكون الفعل في هذه المرة ليس عمديا ولكن يعني التحقيقات دائما تثبت على أن هذه الحرائق أفعال مجرمة ومتعمدة من أجل الحصول على مآرب كثيرة وهو والطمع الانساني الذي وصل الى هذه الكارثه كريم قندولي مراسل الغد كنت معنا من ولايه تيزويز اشكرك شكرا جزيلا